السلام عليكم. اتكل على الله يا عم. والله العظيم احنا قاعدين فين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ الفنانة يا جدعان؟ الفنانة 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 الفنانة. يلا يا عم تقعد. خلاص يا جدعان. خلاص يا جدعان. حبيب قلبي. خلاص يا جدعان. ربنا يخليك. يا عم خلاص يا جدعان. خلاص يا اتنقل على عينك يا. خلاص يا. عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله تمام. اطلب طلب؟ اؤمر. بوسه بس والنبي معلش. ماشي بس بالراحه. في ايه يا عم؟ هتبوسني في بقي؟ بحبك يا فنان. بتحبني تبوسني في بقي؟ امال اعمل ايه؟ ده كلام. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه. بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ زعيم في البيت علينا برضو. يا لهوي على ده، انت تلاقيك مرمغ انت في العز، فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان وجواري وكل حاجه. جواري وياقوت ومرجان؟ لو انت فاكرنا كفار ولا ايه؟ مش بابا الزعيم؟ ايه بابا الزعيم؟ مش بابا ولهب يعني؟ امال ايه يا فنان؟ ده انت الفنان يا فنان. الله يكرمك. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم. لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي. بقول لك ايه؟ في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا؟ انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا. انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. مي ده انت عبيط بقى. طب فين الورشه؟ الورشه قدام، ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي. ورشه ايه؟ ورشه شكمانه. بتشكمن يعني؟ نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي. اركب تشكمن. يلا بينا. هركب مع الفنان يا الفنان اهو. الفنان اهو. الله يكرمك ربنا يخليك. الله يكرمك الفنان ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ربنا يخليك. خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان. خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص. الله علينا ده ولا ايه؟ ما العربيه عاديه يا فنان، امال في ايه؟ بقول لك ايه، لو حد سالك الورشه دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجه اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله وانا بغمزك بقرشين ما تقلقش. تمام يا ايمن. يلا امشي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بقالي ساعه. هو ساعة كتير؟ ساعة كتير، أنا عندي معايا. الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم أنا ما عنديش سواق. أنت هتعمل لي غلبان يا باشا. النيلة السوق. أنا بنغير الشكمان يا باشا. في إيه؟ شكمان؟ الشكمان ورا أساساً، أنت بتعمل إيه قدام؟ ما إحنا بنجيبه من أوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا. هي مفيش مخ ولا إيه؟ أنا حمار معلش. طب الطيارة بتاعتكم فين يا فنان؟ هيبقى عندي طيارة وأجي أصلح الشكمان عندك؟ ما أنت عندك طيارة، وأنت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويلة. ماشي. العربية دي كام فولفو يا باشا؟ أنت حمار يالا ولا مالك؟ في إيه؟ ثانية واحدة يا باشا. ألو. أيوة يا لهفة، والله العظيم محمد إمام هنا النجم والله. لهفه اهو محمد امام اهو. ميرسي ايموني. ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني. محمد ازيك يا محمد؟ ازيك؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله ربنا يخليك. مين؟ اخبارك ايه؟ انا لهفه اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي. ربنا يخليك. ازيك يا لهفه؟ الحمد لله. حلو قوي اسمي. ميرسي ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله. والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك وكده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا زميله، انا فنانه بجد. والله انا زميله والله. ايه بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ بمثل. ما انا افتكرتك. انا افتكرتك. لهفه. ايوه حلو قوي. بجد افتكرتك. انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد. مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضه. بابا الزعيم كويس الحمد لله. ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قالك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان. بجد؟ اسمه الحلواني. الحلواني. هو من نفس جيل بابا. لا. والله بابا الزعيم. ايوه بجد. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه اسمي لهفه.
حلو قوي حلو قوي لفه جديد. انتي عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب يعني؟ بتلبسي جلابيه وكده؟ اه طبعا البس جلابيه مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ ايه والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس يعني اصدور الراقصه برضك ده يعني تالنت بيبقى. بتعرفي ترقصي اصلا؟ اه انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص بعمل كل حاجه، انا نيلي وشيريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني اصل خالته هي اللي معلميني طبيخ، وخالته فاشله يعني بجد. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقه. الفيلم يعني ايه في الشقه؟ اه لا يعني الفيلم اسمه الشقه. الفيلم اسمه الشقه. اسمه الشقه. اه ومش عارف كده شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجه يا محمد دي احلى حاجه بقى انت قلتها. ليه؟ قول لي ليه. ليه يا لا؟ لان انا بجد اكتر واحده احس بيك في البوينت دي. قول يا لفح. بجد لان انا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان اطلع من العباءه بتاعت بابا. انت نفس الشيء برضك، قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءه بتاعت بابا. صح فاهم؟ فما تيجي تعمل فيلم ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك. العنصر النسائي مهم جدا. عارفه يا لهفه؟ ايوه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، احنا اصلا عيلتنا كلها هتعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي يسيق لكم ونرسم لكم اي حاجه. لا لا فانت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روحي. ماشي ربنا يخليك. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله، اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه بيبقى الخفه الزحمه خفت، وبيبقى إيه عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لفحه والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان، لفحه جديد في لهفه. ايه؟ لهفه. حلوة قوي. شكرا. لهفة. أيوة. حلوة قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. هانيا هانيا اشوف بابا. خرب بيت خدنا عرفتك السودة. ألو. مساء الخير. مساء النور. أنا لسه لهفة معايا. أيوة أنا لهفة. مين؟ معقولة مش عارفة صوتي؟ لا مش عارفة. مين حضرتك؟ ما سمعتيش صوتي في التلفزيون في الافلام. مش هينفع كده على فكره. انا اقفل انا ولا تقفل انت؟ لا لا استني استني انا احمد السقا. بس يا بابا بس يا سكر. طب والله يا احمد السقا. طيب عايزه اماره. كلمني بلهجه فيلم المصلحه كده. تقيله شطتك يا وليد بيه صح؟ ارتاح انت يا وليد بيه. حبيت حبيتك من بين الناس، حبيت حبيتك أجمل القلقاس. هترجعي لي يا ساندي ولا إيه؟ لا عشان انا زعلانه منك يا ايمن، وزعلانه منك قوي كمان. انت وديتني دريم بارك ومركبتنيش هناك ولا لعبه، ومشيتني وانا نفسي مكسوره. ما عشان قالوا لي هناك ان انت لو ركبت اللعب اللعب هتبوظ، مش هينفع. هم ما عندهمش غير اللعب دي، هيعملوا ايه؟ يضحوا بكل الناس اللي هتلعب عشان انت تتبسطي. ماشي طيب. افتكرت البرج، قلت لك نفسي يا ايمن اروح معاك البرج، نفسي يا ايمن اشوف مصر من فوق. ومصر ذنبها ايه انت تشوفيها من فوق؟ يا ايمن عايز اشوفها كده في جو رومانسي وحالم. ما انا وديتك يا بنتي صاحب البرج جه قال لي لو خطيبتك طلعت البرج مش هيبقى برج، هيبقى عماره عاديه، اعمل ايه؟ ماشي طيب سيبك من البرج وسيبك دلوقتي من دريم بارك. اقول لك عايزه اروح معاك النيل، في واحد بيحب واحده ما بياخدهاش في مركب في النيل، نركب كده مركب ونعمل كده تايتانيك. يا بنتي اذا كان تايتانيك السفينه العظيمه غرقت في البحر الكبير، النيل ذنبه ايه يتحمل مسؤوليتها؟ عارف يا ايمن انت اصلا بتاع بقه وبس. خلاص يا ساندي انا عموما لا انت ولا غيرك، انا خلاص تبت الى الله وهعمل عمره وهقعد بقى في الجامع. نعم يا اخويا، يعني مش هتتجوزني؟